السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الآن في في اثنين سبعة ألفين وواحد وعشرين هذا سدر بري كويتي بذور سدر كويتي قمت في التجربة هذه عندي عدة أشجار راح أصورها لكم هذا السدر قطعت عنه الماء نهائيا يعني تقريبا آخر مرة هسقيته قبل ست شهور تقريبا ودخلت عليه فترة الصيف وهو ما هو مسقي اصلا وشوفوا شلون اوراق قليلة جدا لكنه مقاوم مقاوم، الشجرة هذه تقريبا تقريبا لها رابع سنة الان يعني موضوع ازرع شي في البر وامش عنه هذا غير صحيح النبات البري والأشجار تحتاج إلى تأهيل الآن أنا في حالة تجربة الحين حنا شهر سبعة الحمد لله ما ماتت طبعا وبإذن الله ما راح تموت بإذن الله فخلاص من يدخل عليها الموسم اللي هو شهر تسعة وكذا والموسم شهر عشرة بإذن الله يجيها مطر راح تنتعش مرة ثانية هذه طافت المرحلة هذه رابع سنة هذا القرضي نفس الشيء او القرضي يسمونه نفس الشيء بالعكس مزهر تحت شوي ناشف لكن فوق اخضر ومزهر ونفس العملية قاطع الماي اكثر من سبع شهور وداش عليه القيض وما زال مقاوم وفي حالة جيدة وراح يجتاز مرحلة القيض باذن الله اما هذه غصن البان هذه طبعا تقريبا الاشجار اللي قاعد اصور لكم طايفة الاربع سنين هذه غصن البان حتت من القيض بدون سقي نهائي طبعا اخر مره سقيت المجموعه اللي عندي تقريبا اخر مره يمكن قبل سبع شهور او كذا لكن شوفوا التحمل والحياه فان شاء الله من تتجاوز القيض يعني من يدخل شهر تسعه كذي تقريبا يبرد الوقت راح ترد تخضر باذن الله عز وجل اما هذه المجنونه <applause> هذه الهجليج اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله خلنا نصورها من بعد شوي هذه الهجليج هذه من اقوى واعنف الاشجار اللي تتحمل القيط شوي الغبار والهوى القوية اللي استمرت عندنا أسبوع شوي نشفت ورقها لكنها مخضرة ولا همها ولا تدري عن شيء اسمه قيض اللهم بارك ما شاء الله خضرة وشحلاتها وجزينها ومقاومة أما هذا الأراك الأراك منتهي ما يرد على الحر اللهم بارك ولا يهم أي شيء ما شاء الله ولا كأنه حر وهذا اللي ننصح فيه للتسوير الأراك أبد الأراك من تزرعه ويضرب قوي جدا وشوفوا بالعكس مع أنه صيف وقيض والهويات اللي جاتنا هالأيام شوفوا قاعد يورق يعني يعني ما يدري عن الدنيا أصلا الله ما بارك كله كله شوفوا ما يهم القيض كلش حرارة ما تهم نهائيا الأراك هذه سدره ثانيه يا اخوان هذه انشفت تماما سدر بري ما هي مثل اللي قبل اللي صورت لكم الاولى انشفت تماما ما فيها اي ورقه خضراء لكن ان شاء الله اتامل انها ما زالت حيه فيبين مع الايام اللي برد الوقت لا اعتقد انها حيه اعتقد اعتقد انها حيه فيها حياة، فيها حياة، في إن شاء الله فيها حياة طيب، هذا الأرطة اللي يسمونه أرطة الربع الخالي، هذا متحمل ما شاء الله، بدون ماي طبعاً بدون سقي، خلاص أنا كل الزرع اللي عندي بقطع عنه الماي، لكن يوم جتنا الهويات القوية، لأن هي مكان مكشوف أصلاً، شوي صفر الورق. لان ترى شيء مهين اللي جانا في الفترة اللي طافت حنا في الكويت في العشرة ايام اللي طافت استمر علينا الغبار عشرة ايام وهواء قوي وتارس وغبار وحر فينشف النبات وكذا لكنها ما زالت مقاومة اللهم بارك فيا اخوان اه شيلوا من المخكم نظرية ان انا اخذ نبتة برية واحطها وسنة وتعيش وكذا لا هذا شيء نادر يعني ما شيء ما يصير يعني إذا تبي تنجح يمكن لكل قاعدة شواذ يمكن من الأمية تطلع لك وحدة إحنا نتكلم عن الطريقة السليمة تأهيل النبات المفروض أن أقل شيء ثاني سنة ممكن تدرج له في تقليل الماء أساس يعيش معك طبعا هذه الجعدة عايشة عائشة اللهم بارك هذا الرغل نفس الشيء بدون ماي مجنون <applause> ما يهمه والله هذا رغل شوفه مخضر وعادي ومشي أموره أما الرمث اللهم بارك ولا هامة ولا داري عن الحر خضراء هذه أهلنا خلاص هذه ما عاد نسقيها نهائيا انا والله ناسي التواريخ لكن تقريبا ثاني سنه قطعت عنها الماي تقريبا وهذه بذرت عندي واخذت من بذورها ووزعت وزرعت النبات البري غني بالبذور سبحان الله يعطيك بذور كثيره اغلب النباتات هذه خضراء ولا هو ولا شيء حر وهذه الشفلح بدون سقي قطعناها السنة هذه خلاص ما راح نسقيها هذه مقاومة وعايشة ولا فيها شيء الحمد لله بتركها ما عاد فيه سقي هذي يعني هذه صلاة فترة الحين تقريبا سبع شهور ما سقيناها وهذا حنا في عز القيض شهر سبعة مر عليها القيض كلها الحين يبي يمشي عليها شهر سبعة وثمانية يصير عندها شوية تقزم في الأوراق أو كذا في النمو ولكن من يدخل يبرد الوقت تتحرك ومن يجيها مطر تتحرك بإذن الله جل وعلا هذه العلندة العلندة اللهم بارك مو همها بعد متحملة هذا خضارها إيدانها خضر بس راكب عليها شي فلح هذا عودها خضر هذه العلندة بعد ما شاء الله مقاومة بالجيب هذا أنا زارحها بالبذرة الحمد لله من زرعتها وانا وثقها العلندة ومقاومة ما في سقي ولا في شي الحمد لله اما هذه السيال السيال انا مصورها من قبل سنتين او ثلاث واللي ذكرت بالفيديو نفسه ان انا قمت عليها تجربة وهي شتلة صغيرة ما اسقيتها ماي ابدا تركتها عاشت وكبرت هذه هي مقاومة لكن الموسم هذا زرعنا الحوض اللي حواليها الشرب زرعنا الشعير وجاها ماي وكملت لكن هي مقاومة سنتين بدون ماي سنتين أبدا بدون ماي هذه سيال والسيال من الأشجار الضخمة صارت نبتة الحين خلاص لو نقطع عنها الماي ما يهمها بإذن الله عز وجل يا اخوان اكتب باليوتيوب تاهيل النباتات النبات تاهيل النباتات البريه عايد الهاجري طلع لك فيديوهات المساله تحتاج الى تفكير وفهم حتى الواحد ينطلق اذا يبي يزرع شيء او يسوي شيء حتى لا يقع في الخطا او يفهم المفاهيم الخاطئه ان شيل الشجره وحطها في البر وامشي عنها ولا اسقيها شهر ولا شهرين وتعيش الكلام هذا خطا أقل شيء حسب تجربتي أقل شيء أقل شيء لا يقل عن سنة ومباشرة بعدها يكون عليها موسم أمطار فإن شاء الله أنها تنجح لكن النجاح الأكيد بإذن الله اللي هو تأهيل مدة سنتين يعني تسقيها كذا كذا بعدين تقسيها تدرج لها في تقليل السقي حتى تتركها هذا بخصوص النباتات البرية هذا أضمن وأسلم أن أقل شيء سنتين حياكم الله وجزاكم الله خير